جريت وراها في العتمه كانت بتضربها يعني. جريت وراها في العتمه فجريت منها في حاجه كده يعني في بيت الفلاح حاجه اسمها الزريبه في العتمه فاتلبست يعني. سمعت ان في جن وفي ناس اتلبست بس ما شفتش بعيني. يعني ما شفتش حاجات كده. اسمع عليك بس. اسمع عني ده شفت. من اول ما شفت. عرفنا دلوقتي ان في ميكروب ما بنشوفوش. فليه نستعجل ان مفيش طيار لا بنشوفوش؟ الميكروب يضر ويأذي والشيطان ممكن يضر ويأذي. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فين يا ام؟ يوسف فين؟ يوسف بره بيلعب بالعجل. يا ورده! 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 مالك يا حبيبتي؟ ورده رد عليا. التريلر اللي شفناه ده تريلر فيلم وردة وهو اول فيلم رعب حقيقي زي ما مكتوب لي. انا ما شفتش الفيلم بس ده اللي مكتوب يعني. واحنا يسعدنا يبقى معانا نبتدي بالندى الالف طبعا لانها البطلة وليديز فيرست ثم معانا انا منحاز للمنتجين خليك في الاخر براحتك محمد حفظي الكاتب والمنتج. اهلا محمد منور الدنيا. ومعانا طبعا صديقي هادي البجوري اللي انا اكتشفته زمان بس كده بعد عني منور يا هادي مخرج الجميل منور الدنيا. الله يخليك. قولي لي فكره الفيلم الرعب دي جات لك ازاي؟ انا عارف ان انا اولا مبسوط يا محمد قوي انت دايما بتجرب. تجرب منتج وتجرب مؤلف وتجرب تجيب ابطال جداد يعني دي بصراحه حاجه الواحد سعيد بيها لان مش كل الناس عندهم القدره دي انه يتحمس وتشجع ويعمل فيلم مختلف بابطال محدش يعرفه. ايوه لا بحاول اعمل كده فعلا والفيلم ده بالتحديد كان تجربه شويه مجنونه شويه يعني وصراحه هو السبب فيها ان هو هادي مجنون زي بحب يجرب زي ففي يوم كلمني كده وقال لي عندي فكره عايز اعملها وتعالى نشوف حد يكتب والفكره عن كذا وكذا وكذا عن موضوع معين يعني وانا اتحمست للفكره لان انا كنت اوريدي شغال على بجمع معلومات عن حاجه مشابهه يعني من قصص حقيقيه برضو وكده فكنت عملت كده من سنتين ونسيت الموضوع. تمام. فلما جالك اطلقت الافكار يعني اطلقت الافكار لدرجه ان انا قلت له انا متحمس جدا انا حابب ان انا اكتبه بنفسي يعني. تمام. مش دي لحد يكتبه يعني وتنتجه انت بالظبط. لا هو كنا هننتجه مع بعض من الاول بس يعني كان كمان في الكتابه حبيت ان انا اجرب التجربه النوع ده. انت شايف يعني انت شايف ان النوع ده من الافلام الرعب يعني دايما احنا نقول ايه خلينا نعمل افلام زي انفصال مثلا الايراني اللي هو حاجه جزء من البيئه بتاعتنا جزء نعرف نعمله كويس واخد بالك هادي انت شايف ان احنا نعرف نعمل افلام رعب؟ ما شفتش الفيلم بس هم بره بيعملوا يعني هيتشكوك عمل الطيور ده من كام سنه من زمان جدا ودش الستايل في الاخراج وفي الشكل وبتاع دلوقتي الامور بقى زادت مع التكنولوجي وبتاع انت شايف ان احنا نقدر نعمل افلام من النوع ده وننافس بيها؟ انا شايف ان دلوقتي التوقيت يعني بالامكانيات اللي عندنا دلوقتي في مصر نقدر نعمل فيلم بكل التفاصيل بتاعته كفيلم لو بنتكلم على فيلم الرعب يعني التفاصيل اللي تخليك تقدر تعمل فيلم حلو لان انت بقى عندك البوست برودكشن اللي ما بعد يعني ما بعد التصوير الامكانيات الطبع والتحميض والافكتس والكلام ده كله بقيت تقدر تعمل الحكايه دي. هي بس احنا محتاج ان احنا نعمل بيرفكشن احنا لما نعمل حاجه نحاول نعملها مظبوط بدقه مش ما نعملهاش ونسلقها ونبقى وخلاص وعملناها فهو دي دايما مشكله في حاجات كتير مش بس عندنا في مشكله حياتنا كلها ساعات كتير ما بنكملش اللي احنا بنعمله بنفس الجوده في النص بنخوح كده وبتقع مننا وساعات من الاول الموضوع بتبقى انت الـ 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 الفكر نفسه ما عندوش ان هو يخليه بجوده عاليه يعني بس انا اعتقد على كلامك ان دلوقتي نقدر نعمل حاجه زي كده ونقدر نعمل يعني الفيلم فيه بعض السبيشال افكتس مش كتيره جدا بس مستخدمه بطريقه ان انت تصدقه ان انت تصدقه وما تبقاش قدامك قوي والحاجات دي كلها لا في وسط الموضوع وفي وسط المشهد الطبيعي اللي بيتعمل انما مستخدم بحساب بس مستخدم ورد فعل الناس على فيلم الرعب الناس كانت مرعوبه ولا
هو يعني الهورور يعني اقصد ناس مشدوده حاسه بتوتر حاسه يعني هل ده كان موجود وانتم هو اكتر كمان بالنسبه لنا الفيلم حتى من ساعه ما ابتدينا نكتب ان احنا كنا عايزين نروح ناحيه ان انت في توتر طول الوقت في شده اعصاب طول الوقت ومش شرط ان انا كل شويه اخد قدم لا انا موافق انما طول ما انت قاعد مشدود الحاله حاله وبتبقى ماسك في الكرسي وماشي مع المشهد ماشي مع المشهد التوتر في الاخر مش حاجه ده التوتر الصامت ده اللي في افلام زي اذرز والحاجات اللي هي ما انت بتشوفش حاجه بس انت طول الوقت خايف ومشدود بالظبط بالظبط حاولنا ان احنا نوصل لده يعني واتمنى يكون ده اللي حصل يعني مع الناس. ندى انت اولا يعني الناس دول شجعان جدا يعني وعندهم منتجين جراء جدا طبعا. عندهم القدره انهم يجوا لحد اكيد انت موهوبه عشان ينقوك يعني لكن قولي لي يعني جابوك ازاي وحسيتي بايه لما لقيت اتنين راجل مؤلف طبعا. كبير ومنتج كبير ومخرج كبير وقالوا لك تعالي انت هتعملي بطوله فيلم ازاي نقوك يعني انا حسيتها طبعا فرصه كبيره يعني انا هي جت من عند مروه جبريل هي رشحتني لهادي وهادي يعني طلبني في كذا ريكاست بعد كده قال لي انا اخترتك فانا اتخضيت يعني انا في الاول اتخضيت قلت له انت متاكد انت متاكد فقال لي انا متاكد وبدانا انت مثلتي قبل كده خالص بس خدت ورشه تمثيل عن مروه جبريل وانا عندي 16 سنه بعد كده هي بدات ترشحني لغايه لما جالي الفيلم. طيب محمد قول لي ليه تحديدا وجوه جديده يعني ليه ما استعنتش بناس من عندهم عند ناس كريديبيليتي عند مثلا تضمن ان انت ما تحط الفيلم في سوق ناس تروح تتفرج اللي هو التفكير التقليدي لاي الانتاجي العادي الانتاجي لا هو كان الهدف هنا ان احنا نخلق حاله من المصداقيه وانت بتتفرج تحس انك بتتفرج على احداث حقيقيه ومتابع لو جبت ممثل في هيستوري عند الناس أيوة من بالظبط بالظبط في اوريدي الممثل ليه وجه مالوف حد معروف عند الناس بيجي الممثلين النجوم دايما تلاقيهم شخصياتهم بتطبع على على الدور يعني عند المتفرج في ذهن المتفرج بالذات بيبقى هو يعني عارف انه بيمثل الراجل ده بيمثل بالرغم انه ممكن يكون ممثل يعني قوي جدا وهايل وكل حاجه بس لما تشوف حد في نوعيه فيلم زي ده لما تشوف حد اول مره تشوفه وانت مصور الفيلم بتكنيك معتمد على فكره ان ده ماتيريال اكنه متلاقى او ماتيريال متصور من كانه دوكيومنتري كانه تسجيلي بالظبط فكل الحاجات دي بتكمل بعضها بالهدف يعني شفت ان انت عشان تحقق التارجت من الفيلم لازم الناس تحس ان الناس دول حقيقيين ما شافوهمش قبل كده فانت بتتفرج على قصه واقعيه تقريبا احنا اتفقنا على ده من غير ما نتكلم فيه يعني هادي ده كان فكره وانا يعني كان من غير حتى ما نناقشه كتير يعني قلنا ده هو ده الطريقه الوحيده اللي نعمل بيها الفيلم يعني هادي ده نفس فكره ان لما يجي يجيبوا مثلا حد يعمل دور المسيح مثلا يعني او نبي يحبوا دايما يجيبوا حد وجه جديد ايوه او بايوجرافي لو قصه حياه حد مثلا او قصه حياه حد شخصيه مثلا معينه ما حدش عارف شكلها فانت دايما تجيب حد جديد احسن لان انت هتصدق ان الشخصيه دي هي فعلا اللي انت بتتكلم عنها في الفيلم ده كان الهدف من اختيار ان كل الممثلين ما تبقاش شفتهم قبل كده يعني ندى وليد اللي هو عامل الدور فاروق برضه اول مره كان يمثل خريج معهد فنون مسرحيه عبير اللي عامل الدور امها عامله دور هايل برضه اول مره تمثل مثلت حاجات صغيره على المسرح وحاجات بسيطه قوي محدش ياخد باله منها الولد الصغير اخوها في الفيلم عمها ابن عمها كلهم اول مره سبع اشخاص اول مره يقفوا قدام الكاميرا وده كان مقصود علشان انا لما اقول لك ان ندى هي ورده انت اوتوماتيك انا على فكره منها. الجزء اللي انتوا عرضتوه انا جالي شعور ان دوكيومنتري ده الشعور اللي جالي وانا بتفرج ان انتوا زي ما كنتوا بتعرضوا حاجه تسجيليه لواقعه حقيقيه هو في جزء صغير علشان تصدق ان هو واقعي بس في الاخر في صناعه السينما بتخش طبعا أكيد أكيد. انا عملته من وجهه نظر ان هي كاميرا البطل بيحب يصور فمعاه كاميرا فقرر ان هو يصور الاحداث دي كلها والمفروض ان احنا لقينا الماتيريال دي بعد كده وانا كمخرج مثلا منتجتها ووريتها للناس فده اللي حصل في البيت فعلا ده فكره حلوه لان هي مديه الانطباع اللي انت بتقوله انا الانطباع اللي جالي اول انطباع ان انا بتفرج على حاجه تسجيليه قصه واقعيه وقصه واللي شفتهم الاول اربع شخصيات موجودين كانوا في التريلر ده دول كانوا ناس حقيقيين دول ما كانوش ممثلين بس حقيقيين من القريه نفسها وخدنا خليناهم يقولوا رايهم في وجهه النظر بتاعه ان يعني ايه مثل شيطاني ولو في حد عندهم في القريه كان ملبوس او راكبه جن زي ما بنقول او الحاجات دي كلها فكانوا بيتكلموا بطبيعيه جدا لان كان عندهم في القريه في ده
فعملنا الميكس بين الدوكيومنتري شويه صغير في الاول عشان ادخلك في الحاله, وبعدين وديتك للي احنا كانوا كاتبينه كله والناس اتفرجت عليه ومصدقين اللي احنا قلناه كله. طبعا تمام. انت بتحب افلام الرعب الاول؟ بتحبيها؟ شكلك بس بخاف شويه. يعني بخاف شويه بس عندك ماسوشيزم اللي بتخافي بس تحبي تعذبي روحك تقعدي تتفرجي بتفرج بره الاول حته كده وخلاص بعد كده تختفي. حد عندك في البيت شاف الفيلم طبعا اكيد؟ هو السبب ان انا عملت الفيلم كان بوبي, لان انا جيت في وقت كان في سمستر كان انا دخلت الجامعه خلاص الجامعه الامريكيه فخفت ان هو انا هقول له ازاي, هو اصل احنا متفقين ان انت عايزه تمثلي مثلي بعد الجامعه تمام. فلقيته من نفسه كل يوم بيجي لك فيلم لمحمد حفظي بالظبط فهو يعني هو من نفسه طول برضه طول مش دور صغير طول بابا هيطنش في الحته دي. هو قال لي بصراحه لا اعملي دور وحققي حلمك بس انا بابا برضه فانا فلا ما لقيته من نفسه بيساعدني قوي, ومامتي كانت تقعد تقرا معايا السيناريو ونذاكر مع بعض ونتمرن مع بعض. على فكره الحكايه دي بقت انا مبسوط بيها جدا, انا كذا حد استضيفه تقول لي ماما اللي قدمت لي كان عندي جابت الابداع سوري مركز الابداع كل الممثلين اللي كانوا موجودين عاملين مسرحيه هايله ضروري تتفرجوا عليها كلهم بيقولوا لي ماما اللي قدمت لنا وبابا اللي قدم لي. لا دي حاجه حلوه على فكره بتعكس ثقافه جديده ما كانتش موجوده كانت موجوده زمان. ما انا عارف انا يعني زمان انا فاكر انا خالتي انت عارف طبعا ولا كانت انا فاكر ان كان بيحكوا لي ان جدتي كانت بتروح معاها الاستوديوهات واللوكيشن وهي لسه صغيره كان عندها 7 سنين فهو يا اما يبقى العيله فاهمه ان البنت دي موهوبه ونفسها في حاجه قوي ومؤمنه بيها وما بيبصوش البصه اللي كانت حصلت في ال 20 30 سنه اللي فاتت ان الفن ده عيب والفن ده الفساد ده الفن ده يعني ده النظره دي اتغيرت. يعني انت عارف ان انا مثلت وانا عندي سنه مع رشدي اباظه والله هو انا اللي خلاك تطلع منتج وانا مثلت انا واحنا ثلاثه مثلنا انا الوحيد اللي ما مثلتش يا جماعه. قول لي يا محمد المس الشيطاني قول لي حدود الفيلم ايه ببساطه كده عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه مس وما يعني ايه او انت جيت استقيت الحاجات دي منين. يعني هو الفيلم عن عيله العيله دي في قريه في الريف المصري في محافظه المنوفيه وفي شاب مسافر بره هاجر بقاله كذا سنه عايش في هولندا بيعرف ان اخته تعبانه وان مامته بتقول له في يعني انت محتاج انك تقف معانا يعني اللي من دول مش عارفين. فهو بيحب التصوير وبيحب بيدرس عنده بلوج ومدونه وبيصور وكده وبيجي هو صديقته من اصل تونسي عايشه معاه في هولندا وبيرجعوا مع بعض وهو ده بيصور كل اللي بيحصل ده لانه شاكك ان في حد هو اللي ورا كل الكلام ده عشان خلاف على ارض او خلاف على اللي هو ايه بقى كل الكلام ده لان في ناس البنت المريضه دي هم بيقولوا ان عندها مس او حاجه كده يعني ما هو ده بقى اللي بيبتدوا يشكوا فيه لما البنت بتتعب بيبتدي يحصل لها اعراض معينه بتشير الى ده يعني وهي قصه العيله دي على مدار 5 ايام بيحصل لها ايه كل ما بتزيد الحاله بتاعت البنت وبيزيد الشك في ان في حاجه زي شبه مؤامره يعني هو وجه نظره مؤامره بس بيبتدي يتحول تدريجيا من مؤامره من صنع ناس بتحاول تطفشهم او بتحاول يعني تستحوذ على الارض لغايه ما بيبتدي يشوف حاجات بتخليه يوم ان ده بجد ان ده ممكن يكون مس بجد لحد الموضوع ما بنشوف بيخلص ازاي طبعا ما تحرقش دمويه جدا مش هحرقها بس هو على مدار ال5 ايام بنشوف التطور ده خصوصا ان احنا بنعرف ان اخته الصغيره اللي هي الفيلم لما بيبتدي بتبقى ماتت اوريدي بيتكلموا عنها ان هي برضو حصل لها نفس حاجات فجاه وبعدين فده بيخليه يشوف فرجونا يا جماعه التريلر تاني كده عشان بعد الكلام في تريلر تاني كمان في تريلر تاني تالت يعني هنا موجود معانا طب فرجوه لنا كده عشان يعني بعد ما اتكلمنا كده نبقى هتعرضه لنا واشكر سيدنا القصر الذي لا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما اسم يسوع المسيح الناصري هو الدم صليبه سلطان لاهوت المحيي لفظ كل روح مضاده ضبط كل المحاربات امين جاوبني على قد سؤالي الاب والابن انت جنسيتك ايه؟
طبعا اللي شفتوه ده تريلر تاني، انا شايف انه حاجه رائعه. اللي بيقول يعني هو هنا وهنا 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 نفس يعني قدره الانسان على عدم تفسير ما يحدث كل حته في كل حته بيجعله يلجا الى تفسيرات ما نعرفش يمكن بعد كده تبقى حقيقه، بس يلجا الى تفسيرات يعني في ما وراء الطبيعه زي ما بيقول. مش كده؟ اه دي سلسله دكتور احمد خالد توفيق العظيمه الطبيعه ميتافيزيكس. اه طبعا هو الكلام اللي بيقول في احداث كتير حصلت في قرى مصريه بنفس التركيبه كده. وانت قصدت يا محمد انه يبقى في قريه مصريه لان هناك بتكثر اكثر فكره المس وفكره الشياطين وفكره مش كده؟ ده اكيد اكثر من المدن، اكثر من القاهره، ومعظم القصص اللي قرينا عنها كانت فعلا خارج القاهره. وغير انها اكيد بالنسبه لهادي كمان سينمائيا اعتقد انها كانت احلى احلى عشان تعمل موضوع كمان العيله بالارض بالعم اللي عايز ياخد منهم الارض بالحاجات اللي بتحصل حواليهم. كل ده بيخليها يعني بيحط الحواديت اللي احنا شفناها فيها مصداقيه، فيها مصداقيه وبيخليها شكلها حلو كمان وانت بصريا يعني. بصريا طبعا في سينمائيا يعني هو في دلوقتي قريه فيها حاجه بصريه، ده كلها زي القريه زي المدن بالظبط. لا ما عشان كده وحاجات كده عشان كده عشان كده احنا فعلا البيت ناس مثلا من جوه لما انا شفت اللوكيشن وعجبتني المكان اللي انا هصور فيه الخارجي بتاعه كان هايل جدا بس والمبنى نفسه كان حلو قوي بس من جوه تحس انت داخل شقه في المهندسين. اه مش كده؟ فدخلنا هدينا الشقه كلها من جوه، الثلاث ادوار دول هديناهم تماما وعملنا كله بشكل البيوت اللي احنا رحنا شفناها وعيناها لما كنا بنعمل الريسيرش على الفيلم. فخدنا صور من الاماكن دي بالتفاصيل المتعلقه على الحيطان بالكلام ده باللون الحيطه بشكل العفش وعملنا خمسه وحاجات الزرقاء وعلي حسام بصراحه نقل البيوت دي اللي شفناها بالظبط زي ما احنا كنا عايزينها يعني. هايل عمل شغل كويس قوي مهندس ديكور يعني. مهندس الديكور. انت بتدرسي ايه في الجامعه الامريكيه؟ بدرس فيلم ميكنج كمان. طيب يعني في نفس الاتجاه يعني. نفس الاتجاه فيلم ميكنج. وفي سنه ايه الثالثه ولا ثانيه؟ ثالثه. عملتي اي مشروعات خاصه بيكي في لا كنت اصلا انا كنت عايزه اكون مخرجه اصلا فكنت اتقطع عليك على طول الاول ما بدأناش خلص لسه ما لحقناش فكنت بخرج شورت موفيز كده تبع الجامعه بس بس ما كنتش بمثل فيهم. لا اخرجتي اشياء يعني وحاسه بنفسك في التمثيل بقى ولا في الاخراج؟ انا انبسطت قوي في التمثيل يعني حسيت ان انا الاكسبيرينس دي عملت لي يعني حسيت ان في طاقه جوايا خرجت يعني في حاجه تخرج في يعني ما اعرفش حاسه ان انت عايزه تكملي في هذا الكارير يعني. انا اكيد تاني لسه عندها طاقه تانية. ده لسه بتقولي هادي يعني هذا البكور يعني بس لازم تعمل فيلم كوميدي بتاعي للمرحله الجايه. للمرحله الجايه الناس ما تخافش منها في لا لا لازم على الكونتر على طول الناس تشوف شرط خمسه. محمد قول لي مين اللي عمل الموسيقى التصويريه لان طبعا لازم تعرفوا ان الافكتس او الساوند تراك يعني شريط الصوت ده في الافلام دي بطل زيه زي الممثل وزي القصه بتاعه. هو طبعا مفيش مزيكا بس ده كان اختيار هادي اكشلي يعني ما يبقاش فيه مزيكا بس هو التصميم شريط الصوت اتعمل في بلجيكا والمعمل اللي عامله يعني بيشتغل على اهم الافلام الاوروبيه وافلام مهمه جدا يعني هم ناس متخصصين جدا وبالتالي هادي الساوند افكتس في الساوند ديزاين والساوند افكتس وهادي يتكلم عن الحته دي اكتر مني طبعا بس كانت يعني كانت مهمه جدا بالنسبه لي. هو احنا يعني لما جينا فكرنا لقينا ان ده من اهم الحاجات اللي احنا لازم ننفست فيها قوي الفيلم ده ونستثمر فيها جدا. الصوت بتاع الفيلم ده يا اما يخلي الفيلم فوق يا اما يخليه تحت ومش بقلل من قيمه الناس الموجودين في مصر لا شاطرين جدا وكل حاجه هو حتى يعني احنا لما نكتسب خبره من حد بره ده مش عيب يعني بس فضلنا مثلا ان ما نعملش الفيجوال افكتس الحاجات بتاع المرئيه الافكتس المرئيه عملناها في مصر تمام بس الصوت عملناه بره تمام لان انا عندي خبره في الحتتين فحسيت ان انا لا ده محتاج ان انا فعلا ادي له بوش جامده جدا واروح للناس يعني عندها اللايبريز الجباره وعملت الاكسبيرينس دي قبل كده وفعلا الراجل الساوند ديزاينر هو فريند من فرنسا هو اكشلي عايش في بلجيكا الراجل عنده حاجات بيقدمها لك يعني عنده اصل انا بس برين ستورمنج بيخش يقول وجهه نظر مش بتقول له حط يحط لا بالظبط مش منفذ يعني فلا عنده انبوت مهم وده كتير قوي ناقصنا هنا قليلين قوي اللي عندنا في مصر اللي عندهم انبوت اللي انا اقدر اثق فيه يعني زي المونتير بتاعي مثلا ممكن اقعد انا وهو نتخانق على مشهد هو عايز يمثله بشكل بيبقى واثق فيه وممكن اخد رايه
في الاخر، لان انا يهمني ان تدوير التصوير الناس دي. وزمان كان الحكايه دي معروفه، يعني انت مثلا اندريا رايدر بيوزع مزيكه عبد الوهاب في فيلم او حاجه، بيغير في جمل وبيحطها حاجات، وعبد الوهاب سايب لانه يعلم في الاخر انها هتطلع بشكل اجمل بكتير. وفي كل المجالات كده يعني. يعني اكيد انا بفهم في شغلتي بس اكيد الناس دي بتفهم برضه في شغلتها. انا هجيبه عشان اقول له في الاخر يعمل ايه؟ يبقى ماليش لازمه. كنت جبت واحد من هنا وخلاص. الفيلم اخباره ايه كمنتج بقى في على الجمهور؟ يعني قول لي كده الايرادات الحاجات. والله يعني كويسه. انا سامع انه كويس لحد كبير. لان لما تفكر ان احنا مش في موسم عيد ولا صيف وكده، يعني الحمد لله معناها ان الكامبين الدعاية عمل شغل. الاستمرارية هي اللي هنشوف بقى الاسبوع التاني، لان احنا لسه في الاسبوع الاولاني. ففيلم بقاله النهاردة اليوم السادس، خمس ايام ونص بالظبط. يعني هنشوف يعني في الويكند والبعد كده. فانا يعني متفائل، بس طبعا هو وقت صعب بالنسبة للسينما. وانتوا اللي نقيتوا التوقيت ولا الموزع؟ احنا مع بعض. احنا الاثنين. احنا شايفين ان ده وقت مناسب محمد؟ والله مناسب. انا شايف كان يبقى انسب لو كان من اسبوعين بدري. بس يمكن ما ظروف بقى ما ساعدتناش. بس يعني ما كانش ينفع ننزل في العيد الكبير مثلا، او في وسط زحمه. طبعا الافلام اللي نازله وافلام مش فيلم موسم. هو هو فيلم الناس تقعد تتفرج عليه وتستناه وحاجات كده. طبعا عيلتي كلها راحت الفيلم ودفعت وكده. احنا فاهمين بس. في 10 بقى عايزين في 10 في 10 مرات. لازم مش كده. طب انت اصحابك في الجامعه شافوا الفيلم؟ صحابي يعني هم صحابي اللي انا متربيه معاهم بيشجعوني تشجيع مش عادي. يعني هم واقفين معايا في فيلم، وما تخافيش ما تتكسفيش، انا بتكسف قوي. فلا يعني وقفوا معايا قوي طول مراحل الفيلم. وكانت النتيجه ايه بقى لما اتفرجوا؟ ان النتيجه كانت عجبتهم، عجبت بابا، عجبت ماما، حسوا ان انت موهوبه. يعني التشجيع كنت تستاهليه يعني. يعني انا عمري انا لما شفته حسيت ان انا كان نفسي اعمل احسن. فبس هادي كان مبسوط، وانا يعني انا بعمل رؤيه المخرج. طبعا اكيد ولازم طول الوقت تبقى حاسه انك عايزه تعملي احسن، يعني ده الطبيعي. عندكم التريلر الثالث للفيلم؟ طب اتفرجوا لنا يا جماعه. سمعت الصوت ده؟ صوت ايه؟ خوفتونا يا جماعه. ده النور ده اتقطع ضرب بجد؟ ده احنا عاملينه بجد. مشهد كان معمول ان في الحته دي في الوقت ده طبعا. الكهرباء اللمبه بتضرب. بس عايز اقول لك على حاجه جميله. مين البطل جدا اللي كان معانا؟ عشان انا مش ده. فاروق. فاروق هو اللي عمل دور وريد. هو اخو ندى اللي هي ورده في الفيلم. تمام. احنا عندنا ندى وفاروق. فاروق اللي هو بيتعلم في هولندا ورجع مخصوص، والام مامتهم واخوهم الصغير. وسميرة البنت التونسية اللي هي صاحبته اللي كانت معاه من. طب قول لي ايه حكاية الممثل يصور الممثل دي يعني؟ احنا عشان عاملين زي الفاوند فوتج كده، كانك لقيت الماتيريال دي، فلازم يبقى في واحد مصورها اللي هو واحد من الابطال. مش بروفيشنال يعني، مش حد مش محترف. احنا معانا طبعا طارق حفني مدير التصوير. لا انا فاهم، انا فاهم. بس عملنا تجارب عملنا تجارب كتير قوي في حاجات، مشاهد معينه. كان طارق بيبقى ماسك كاميرا مثلا، وهم عشان هي بتتكلم وهو بيتكلم وهي ماشيه وراه وهي ماشيه قدامه، ففي حواديت وناس كتير بقى نازله السلم وناس كتير طالعه السلم. فكان صعب شويه. فخدنا قرار في الاخر بعد كذا تجربه ان احنا لازم نخليهم هم اللي يصوروا. تمام. في مشاهد معينه لازم هو يصور. تقريبا 30-40% من الفيلم الممثلين هم المصورين، هم اللي ماسكين الكاميرا بنفسهم. شغلتهم يعني ايه؟ كل حاجه. نجار باب وشباك. خدنا حقنا يعني مظبوط. ما قلتلناش ليه كنا نخصم من طارق بس لحد اسبوع. انا بقول كده 30-40% بياكل ويشرب. شوف بس منتج برضه يفكر. طب ناخد بريك ليه اصلا؟ فكانت جميله جدا لما بتخلي يعني هم كمان حسوا بالفيلم قوي اكتر. هو فعلا ماسك كاميرا ونازل بيها السلم، وهي اللي بتصور والفرقعه، فالهزه بتاعتها مظبوطه. فدي كانت تجربه جميله في حد ذاتها يا جماعه. تجربه ان انت
يعني تستخدم كل ادواتك بشكل فيه ذكاء وعشان تحقق اللي انت عايز تقوله. الناس بتصور حاجه مش مفروض اللي مصورها ناس مش محترفين فيجيب واحد ممثل، الحاجات دي اللي بتدي مصداقيه للعمل عموما يعني. صح وبتوفر. لا هو ده كان محسوس فعلا لما كنا بنعمل مشهد بطارق هو اللي كان بيمسك كاميرا واعمل تيك تاني مثلا بالممثل بيعجبني بتاع الممثل لانه طبيعي. بيعجبني بتاع الممثل بروفيشنال عارف يعمله اكيوريت ومظبوط وكده، التاني بيبقى طبيعي جدا باخطائه. وده الحلو اللي فيه. فلقينا ان لا ده اللي احنا اللي هنمشي فيه اكتر يعني. محمد قول لي، انا اول ما قلت لي جاي من هولندا واهله بيقولوا له تعالى وبتاع مش عارف ليه ضربت في دماغي كده قنديل ام هاشم. يعني خطر في دماغي اللي جاي من هولندا يقولوا له على حاجات بنت مريضه وفيها خرافات فيكتشف ان دي مش خرافات ويعني مش عارف ده التقابل اللي جالي. والله ممكن بس ما جاش في دماغي ساعتها طبعا ما جاش في دماغي خالص، بس وانت بتقول دلوقتي ممكن هو وارد ان انت واخده منه واحد. لا هو وصل تخيلت ان الفيلم هيروح في الاتجاه ده فهو بالعكس ده هو نفسه صدق فده خلاص ينفي الفكره يعني. واخد بالك انا بتكلم على ان التقابل بين الغرب العلماني والشرق اللي يعني اللي فيه تداوم بس في جهل يعني، لكن دي فكره اخرى تمام. بس مش عارف ليه خطر اول ما قال اهله بتاع هو ده اللي جه في دماغي يعني. الجزء الثاني بقى نعمله بس ما تشوف الايرادات بعد ثالث اسبوع نقرر نشوف ان شاء الله. ونازل في كم فيلم في كم سينما؟ 26 دار عرض في مصر وتقريبا 10 في العالم العربي في نفس نزل في نفس الوقت في الامارات وفي عمان وفي نزل نفس اليوم وفلسطين ونزلوا في نفس التوقيت في طب هايل والله يعني ده حاجه جميله انك تنزلوا في نفس التوقيت. طب اخبار الناس ايه بره بقى اللي رد الفعل؟ والله لسه ما سمعتش بره قوي يعني. انا كل ده متركزنا في مصر بس النهارده مثلا هيفتتح سينما جديده في ابو ظبي من اكبر السينمات في ابو ظبي هيبقى فيلم الافتتاح بتاع السينما هو ورده النهارده. فيعني اتمنى ان هو يستمر في البلاد العربيه لان واعتقد في فلسطين كومبلكسين اوريدي شغال في فلسطين. في دفير كومبلكس جديد في فلسطين معروض برضه فيه هناك. انت نجمه انت ايه يعني انترناشونال دلوقتي يعني بقيت جامده في فلسطين وفي كل البلاد العربيه عقبال بره ما فيش لندن ولا حاجه؟ لا لسه شويه. والفيلم مدته قد ايه يا هادي؟ 75 76 دقيقه بالتتر يعني ممكن بالتتر ساعه وربع ساعه وربع او حاجه بسيطه. هو صغير افلام زمان دي اللي هي ساعه ونص داخل الفيلم يعني. بالظبط. هو كان نفسنا بقى احنا المره دي في السينما ان ما نعملش الاستراحه في النص في الفيلم ده بالذات. تمام. لان هو اولا ما يستحملش وعايز تفضل ونوع الفيلم ده انك تفضل متوتر ما تخرجنيش اكل في شهر يعني. يعني نفسي ان احنا نبتدي نفكر في الحكايه دي مع دار العرض واحنا بنعمل افلام اللي جايه. فكره يعني احنا البلد الوحيده اللي بنقطع الفيلم النص لانه عايز يبيع في النص. هو بس هو ما انت ممكن تشتري برده قبل ما تخش الفيلم هتشتري برده البوب كورن والفشار. طب انا عايز انت فتحت حاجه مهمه جدا جدا عشان اثرت فيا في الفيلم ده. ما انا متاكد طبعا مش بقول انا مشدود وقاعد مشدود وعايز اعرف ايه اللي حصل فجاه تروح موقفني واخش اشتري بيبسي ومزيكا كده غريبه. لا لا وبعدين بقى تروح منوره فجاه يا دكتور انت بقى وحظك يعني. هو مثلا انا مره حضرت من اول ما نزل الفيلم رحنا السينما في من الاستراحه جت مثلا في مشهد في نصه وهو خلاص هيتابع وهو خلاص هي البتاع هتحصل حالا راح ده الذكاء بقى عشان هو لما رجع رجع بعد الله رجع بوظ يعني بوظ المشهد اصلا عشان كده. طبعا فانا قاعد بقى تحس ان في خنجر داخل في بطنك. مجرب يعني عشان جرب الحاجات دي جدا. انا عارف ان انت تبقى قاعد ومستني وهتشوف رد فعل يروح قاطع والدنيا منوره تحس الفيلم خلص. طب هل ده بيحصل يعني انت ما تقدرش تجبر اللي بياخد الفيلم انه ما يعملش الصراحه؟ انت راجل منتج بقى انا ما اعرفش هل ده وارد ولا لا يعني او بالاتفاق او يعني بتهيألي صعبه شويه. صعبه لان ده سيستم شغال في كل السينمات يعني محتاجه بقى اشمعنى عندنا احنا طالما مش موجود في العالم كله اشمعنى احنا؟ دي عن طريق الغرفه بقى نقعد بقى في الغرفه ونتكلم نقول في منتجين كتير موضوع مهم والله قالوا ان ده حاجه لازم احنا شايفينها انها المفروض تحصل ونقعد نتكلم مع دور العرض نشوف وممكن تتعمل بشكل اختياري يعني ما يبقى فيلم زي الجزيره ثلاث ساعات
اوكي وفي احداث ملحميه وفي حتت تقدر تقدر هو كمان دراميا كمان الفيلم يستحمل ان انت توقف بالظبط انما في افلام ما ينفعش هو الفيلم اوريدي مش طويل قوي وساعه وربع انا يعني اقعد اتفرج نص ساعه لما اخش الاحداث الاقي الفيلم بيوقفني عشان بالزبط. يعني فعلا او ترجع من الاستراحه تلاقي الفيلم خلص بعد ساعه بالظبط مش حلو ماتش ريال مدريد وبرشلونه الاخراني ده كنت في مدريد بتفرج على الماتش رحت الماتش وانا مدريداوي جدا فهم واحد واحد وخرجنا نجيب ميه وحاجات كده احنا ودخلنا وخرجنا لقينا مدريد جاب جول لقيت الناس كلها بتزعلت زعل مش عايز اشرب الميه مفيش اعاده بقى هنا مفيش اعاده خلاص لكن انت شايف ده بالظبط اللي انت بتقوله انت ترجع تلاقي في جزء مهم فاتك الافلام اللي زي دي بتبقى معتمده اساسا يا جماعه على تفاصيل الصغيره ان لو عدت منك دقيقه في حاجات احداث ممكن تروح منك هو معتمد على كده التكثيف وال مش كده؟ طبعا زي ما في افلام كتير دلوقتي بقت البدايه بتاعت الفيلم لو فاتك دقيقتين من الفيلم في اوله تبقى قاعد طول الفيلم انت مش فاهم حاجه. عارف الناس دايما في ناس بتخش كده السينما متاخره شويه كده ثلاث اربع دقايق متاخرين يفوتوا الانترو وفي ساعات الافلام بتبقى دلوقتي في منها كتير بتبقى فلاش باك الفيلم كله فلاش باك فبتبقى فاتك اهم حته في الفيلم قاعد طول الفيلم انت مش فاهم صح بعد عن صح لو فاتك جزء الاول من الفيلم ما تعرفش ايه اللي بيحصل بس الاستراحه فعلا محتاجين نفكر فيها جدا يعني بجد يعني انت حضرت افلام في المهرجان ولا لا ما حضرتيش بس ناوي اروح لسه ايه ده خلص انت بتتكلم على البانوراما كلام عن جاي القاهره لا انا ما البانوراما النهارده انا عارف البانوراما انت كان ليك افلام يا حمزه في المهرجان انا كان ليا فيلم من الالف للباء اللي انت اللي انا بتاع ابو ظبي بالظبط وكان رد فعل هايل الصراحه في بجد فيلم حلو انا شفته هادي كان حلو قوي بس انا يعني بالنسبه لمهرجان القاهره انا مبسوط بالافلام قول لنا رايك بقى لان حصل هجوم انا مش معاه خالص هجوم شديد شعار المهرجان وانا شايف انه من الدورات الناجحه يعني والله انا رايي ان الفريق ده لازم يستمر وما ينفعش فكره ان احنا نتعاقد مع مدير مهرجان او رئيس مهرجان لمده سنه وبعدين نشوف لا التعاقد ده لازم يعني النهارده اعلنوا ان رئيس مهرجان برلين جددوا له لسنه 2019 فبص يعني عشان تعرف زي مدربين الكره بره وعندنا بيعمل علاقات كمان هو السنه دي عمل علاقات هيستفيد بيها السنه الجايه هو اخطاء حتى انا موافق مع حفظ الافلام حلوه اختيارات حلوه اللي كنا بنتكلم فيه ان ممكن كان الغلط ان ما ينفعش الـ 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 الجهه اللي بتجيب الافلام وتختار الافلام وتعمل علاقات مع الناس اللي هتيجي والضيوف تبقى هي الجهه اللي بتنظم بنفسها الافتتاح والختام لازم الحكايه دي تتقسم اتنين اللي بينظم دي شركه خاصه متخصصه في الحكايه دي ليها خبره في الموضوع ده تيجي تنظم ده يتصرف لها جزء دخول خروج اللي مش عارف ايه انما الافلام نفسها ده ناس لازم تبقى مثقفه والناس اللي قايمه على المهرجان السنه دي لا طبعا يعني طبعا اكيد عندهم خبره كويسه طبعا سمير فريد وعصام زكريا من لجنه الاختيار الافلام والشباب اللي موجودين والشباب اللي موجودين والجمهور الصراحه اعلى نسبه حضور جمهور من فعلا من التسعينات من ايام المهرجان لما كان الناس بتخش تقول قصه ولا مناظر لسه كنت بحكي قصه ولا مناظر لا ففي في نجاح على الناحيه دي بس طبعا طب يعني ايه السبب يا حبز انت من وجهه نظرك يعني هذا النجاح في الحضور الجماهيري تحديدا هو انضباط الوقت طبعا لكن ايه سبب في ان الناس السنه دي اكتر من كل المواسم في حضور المهرجان؟ اختيار وترويج الافلام كويس يعني وكمان ان بقى في ناس عندها وعي اكتر بالسينما الموازيه او السينما المختلفه الغير هوليووديه او السينما المصريه وده بيرجع لبرضه حاجات زي البانوراما بيرجع لان في حاجه زي زاويه شغاله طول السنه بيرجع لان في ناس بقت مهتمه بالافلام والثقافه فهم نجحوا في انهم يختاروا افلام تجذب الناس بس في شويه قصور في التنظيم في بعض الحاجات انا رايي مش بس الافتتاح والختام بس حاجات زي الانتقالات حاجات زي بس طبعا انا شايف ان دي كانت دايما مشكله الدوره الجايه اكيد هتبقى احسن وانا شايف ان هم عملوا شغل كويس ولازم يكملوا لان هم فعلا يعني ادوني امل المهرجان ده فعلا هيبقى مهرجان يرجع تاني لاهميته القديمه يعني يعني شايف ان هم عرفوا يوصلوا للمتفرج المستهدف من المهرجان اللي هو متفرج ما بيشوفش قصه ولا مناظر ده متفرج متعود على انه يتفرج على سينما اوروبيه ومتفرج فبقى ده جمهور المهرجان الحقيقي اللي بيروح يتفرج على افلام بجد لان يسرى حتى كانت بتكلمني امبارح وبتقول لي الحقيقه ما شفناش لفظ خارج ولا شفنا حد مثلا قال كلمه حتى الناس ما بتفتحش موبايلاتها يعني في احترام كامل لاي فيلم الناس بتتفرج عليه وده بحد ذاته على فكره تغير تام في نمط المتفرج السينمائي ده هي مش كده طبعا طبعا ده هي انت بتروحي طب ما ده السينما الاوروبيه زي دماتي كده ولا متعوده يعني
اوعي. لا لا احنا طول بابا وماما قالوا لك بقى انت مثلت وبعد كده هتروحي البنرون الساعه تذاكري امتى وتعملي ايه؟ ما انت فيلم ميكنج ده المفروض ده دي شغلتك يعني. ده حقيقي. فانا بحب اتفرج على افلام، انا بستفيد يعني. بتتعلمي كده. حد فيكم شاف افلام من المهرجان؟ شفت كذا فيلم. شايف ايه رايك في الجواز يا محمد من وجهه نظرك؟ انا ما شفتش الفيلم الايراني. شفت الفيلم الفلسطيني اللي خالد ابو النجا فاز عنه بافضل ممثل. فيلم رائع صراحه، انا متابعه من ايام المونتاج واعرف المخرجه يعني. شفت ديكور لاحمد عبد الله برده، كان تاني مره اشوفه، فيلم رائع من احلى افلام احمد. شفت فيلم روسي مهم جدا كان فاز في جائزه احسن ممثل في مهرجان لوكارنو واتعرض في برده، كان فيلم مهم. فشفت تقريبا اربع افلام غير فيلم اللي هو ايتو. طبعا. جائزه خالد ابو النجا رايك فيها ايه؟ هو مثل معاك اشتغل معاك كتير. بص انا ما شفتش كل الافلام فما اقدرش اقول لك. انا بتكلم لا على الدور اللي هو عمله، دور ممتاز، لان صعب كمان ان هو يعمل دور واحد فلسطيني يعني بيتقن اللهجه والدور دور مركب ودور صعب، فعمله كويس جدا. اكيد يستاهل الجائزه. وكان في قلق شويه ان السياسه تخش في الـ. لا لا، دي كانت من اعظم الاشياء الحقيقه اللي انا احترمت فيها لجان التحكيم، ان هم هو ما حصلش ضغوط اصلا، وهم نحوا السياسه ليعلوا الفن على اي شيء يعني. المفروض ما دي حاجه محترمه الواحد سعيد بيها يعني. يسرى وزملائها في اللجنه يعني ان هو كانوا بشجاعه فعلا ان هم ما يبصوش لاي اعتبارات، لاي اعتبارات، لان هي كانت هتبقى وحشه في سمعه مصر لما حد يطلع اجنبي يقول ده كان في ضغط من علينا ان احنا يعني. دي هتبقى حاجه، فدي حاجه بيضت وشنا يعني زي ما بيقولوا. وما اعتقدش كان في ضغط اصلا زي ما. لا لا، ما فيش خالص. لا لا، مفيش ضغط من اي نوع. ده انا متاكد منه. هي حتى قالت السيرتي ما حدش، ما كانش ضغط، واحنا نقينا اللي ضميرنا حس ان ده مهم. ودي كانت حاجه محترمه ان يطلع فيلم ايراني خالد ابو النجا، رغم ان في ناس بتنتقده، لكن يطلع احسن مصر في عاده حتى بذلت حاجه محترمه يعني. هي علاقه بادائه يعني، اعتقد هو انت بتدي له الجائزه دي عشان هو راجل ممثل كويس، عمل دور كويس، مالكش دعوه بقى بالباك جراوند بتاعته ولا ده هو عايز المتحضر اللي حصل. لكن في كثير من المهرجانات، ويمكن عندنا ما بيحصلش ده، بتحصل ضغوط وبيحصل كل حاجه. بيحصل في الاوسكار ضغوط بالظبط. في الاوسكار معروف ان هو موجه بنسبه يعني مش كبيره، بس في ضغوط بتحصل. طبعا الافلام الاجنبيه يوجوالي بتبقى موجهه ان نديها عشان مثلا لما بيدوا فيلم ايراني كان بيدوا لسبب فلسطيني طبعا بالظبط، اجنبي والصين في توقيت معين تبقى الصين وهكذا يعني. طبعا. قول لي بتعمل ايه اللي جاي يعني، عندك ايه تعمله بقى السنه الجايه كده، ولا بتفكر في دلوقتي؟ في قرايه بقى، بيحصل قرايه دلوقتي. ايوه. عندي كده ثلاث مواضيع. ايوه. لسه بفكر فيهم يعني، وبس في الحاجه اللي ان شاء الله يعني في الخطه، بس مش عارف هي الاولانيه ولا هتبقى الثانيه. في روايه محمد صادق هبتة. رائعه. روايه جميله جدا. وانا حبيت ان يعني حابب ان انا اعملها، ففي تحركات لسه ببطء يعني، بس بس تم الاتفاق، واثق الخطوه تمشي ملكا يعني بالراحه، بس واثق ان شاء الله. محمد قول لي بقى انت بتعمل ايه، كتابه وانتاج وكل حاجه؟ والله انا كتابه يعني في الالف للباء، ده نازل ان شاء الله في يناير في مصر وفي العالم العربي، وفي نفس الشهر ان شاء الله اسوار القمر بقى اللي بقى له سنين منتظرينه من وانا طفل. هذا فيلم لسه ندى ما اتولدتش. انا اكتشفت اتولدت وطارق راكب بيعمل اسوار القمر مش قوي كده يعني، بس ده طارق العريان يعني. كل ما نقابل بعض انا طالع ناخد بقى مش هنشتغل بعض، اقول له طبعا اكيد هشتغل بس امتى مش مهم. لا لا، انت كده هتخوف احمد عز والناس اللي بتجيب معاه فيلم حرام عليك. ده احنا وبيحضر فيلم ربنا يوفقك ان شاء الله، وحتى يبقى عوده جميله لمنى زكي. مش منى زكي في الفيلم؟ منى ترجع بالسلامه طبعا. بنقول لها الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامه احمد، ويعني نور مصر، وان شاء الله بالشفاء كل المصريين بيدعوا له يعني. طبعا. بس وشغالين في كام حاجه ثانيه، حاجه مع هادي برضو وهاني اسامه برضو في فيلم محمد كان، استاذ محمد كان الجديد. بنصور دلوقتي في ساحل الشرقي، شركة في الانتاج فيه. ربنا يوفقك. انا سعيد بالنشاط ده. انت على فكره يا محمد من الناس اللي عملوا حاله في السينما الحقيقه يعني، انت بتحب السينما جدا وبتحبها باي شكل من اشكالها، مونتج، سيناريست، تساعد، ده حاجه عظيمه. لا انا بالعكس بصراحه اللي بيحبوا السينما لازم يبقوا زيك كده، ان انت ما عندكش مشكله انك تساعد في حاجه حتى لو مش بتاعتك، بس انت حابب الكونسبت نفسه. ومش انا بس، في كتير في الجيل بتاعنا الحقيقه، وده اللي مخلي على فكره السينما الناس حاسه ان السينما راجعه. في اختلاف. طبعا ان انت تقعد تذاكر مش هقول لك بتعملي ايه. انا لازم اركز بقى في الجامعه. نورتينا يا حبيبتي. يا ورده جميله.
نورتنا حفظي، نورتنا بجد، وانا سعيد بكل كل ما استضيفك ببقى فرحان، وبحس ان ايه اللي جاي احلى دايما. يا رب ان شاء الله. انت طبعا هادي حبيبي، يعني كل افلامك يا هادي متميزه ومختلفه، وانا بفرح كده كل حاجه عايز تعمل شيء مختلف عن اللي قبله. يا رب ربنا يوفقك ان شاء الله، والفيلم يحقق يعني يجيب فلوسه حتى عشان تعرفوا تعملوا تجربه ان شاء الله. شكرا جزيلا. فاصل، استنانا ما تستناناش انت.